ومعنا حسين من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياكم الله. حياك الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عثمان خميس؟ حياكم الله. جزاك الله خير على هذا البرنامج الرائع. سلمك الباري. وعندي سؤال واحد عن العراق. تفضل. السؤال مباشرة يا أخي. كنت سابقا شيعيا. نعم. والآن بفضل الله تحولت إلى مذهب السنة والجماعة. الحمد لله. فما حكم أعمالي السابقة؟ كنت أعمل بها. نعم. سم. نعم بارك الله فيك يا أخي، انتظر الإجابة. نود أن نجيب فيها على أخينا حسين من العراق، ندعو الله أن يثبته، والذي كان شيعيا ثم تسنن، ويقول تحولت إلى مذهب أهل السنة، فما حكم الأعمال السابقة في دقيقتين شيخنا؟ حكيم بن حزام لما أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد يعني كانت لي أعمال صالحة في الجاهلية. نعم. يعني كانت لي أعمال صالحة من صدقات وغيرها، والآن دخلت في الإسلام فماذا لي منها؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فنقول للأخ حسين، إن كانت هذه الأعمال خيرا، طيب أعمال صالحة، نعم، فهذه كتبت لك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لك الخير ويزيد من فضله. اللهم. وإن كانت هذه الأعمال طالحة فعليك بالتوبة. نعم. إلى الله تبارك وتعالى، توب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال. ولا أقول إنه كحكيم بن حزام انتقل من الكفر إلى الإسلام. نعم. لكن أنا أقول انتقلت من البدعة إلى السنة. نعم. فنقول انتقلت إلى خير. نعم. وفقك الله إلى هذا الخير، ونسأل الله تبارك أن يسدد على الخير خطاك ومن يسمع. ولكن نقول إن كانت أعمالا خيرة فكتبت لك، وإن كانت أعمالا سيئة فتب إلى الله تبارك وتعالى منها.